طيب تعالوا نكمل بقى بقية موضوع سيستم دي. الحتة اللي عايز انقل عليها على طول مباشرة عشان وانتوا فايقين كده ايه نفهمها سوا، كانت حاجة بسيطة جدا. بص يا سيدي، انا قلت لك في اول يوم خالص ان السيستم بتاعك ممكن يكون عليه جرافيكال يوزر انترفيس وممكن ما يكونش عليه جرافيكال يوزر انترفيس، ممكن يبقى كوماند لاين بس، صح؟ قلت لك الاساسي هو الكوماند لاين، وان الجرافيكال يوزر انترفيس ده والله ممكن يكون موجود وممكن ما يكونش موجود، مش تفرق معاك في اي حاجه، صح؟ طيب حلو جدا. طب انت قلت لي برضو ان سيستم دي هي اول بروسيس بتقوم، معنى كده ان سيستم دي هي اللي هتنده على مين؟ على الجرافيكال يوزر انترفيس بتاعك، صح؟ وهي اللي هتنده لو عندك كوماند لاين بس، هي هتبدا الكوماند لاين بس، لو عندك جرافيكال يوزر انترفيس هتنده له هو كمان وتشغله. معنى كده ان سيستم دي ممكن تشتغل، ممكن نسميها كده اكتر من مود. مود يشغل لك الجرافيكال يوزر انترفيس بس، ومود يشغل لك الكوماند لاين انترفيس بس، او يشغل لك الاثنين مع بعض. هو بس معلش في حاجه بس انا قلتها كده ومحدش علق عليا، ان يشغل لك الجرافيكال يوزر انترفيس بس. ينفع تشغل الجرافيكال يوزر انترفيس بس؟ لا، يا اما هتشغل الكوماند لاين بس، يا اما الكوماند لاين والجرافيكال يوزر انترفيس. انسى ان حد يضحك عليك ويفهمك ان انت ممكن تشغل الجرافيكال يوزر انترفيس من غير كوماند لاين، ماشي كده؟ طيب كلام جميل. معنى كده انت عندك اكتر من مود، تمام كده؟ طيب المودز اللي موجوده عندنا بكل بساطه بنسميها كده تارجتس. المودز اللي موجوده عندنا اسمها تارجتس، خلاص تمام كده؟ طيب قبل ما هدخلك في سيستم دي هقول لك الانت كانت بتعمل ايه، وبعد كده ننقل على مين يا عم؟ على سيستم دي. تعال كده، الانت بنفس الطريقه كان عندها اكتر من مود تشتغل فيه، بس كان اسمها run levels. الانت كان عندها حاجه اسمها run levels. السيستم دي لو انت حطيتها كده كمقارنه اسمها سيستم دي تارجتس، يبقى انت run levels سيستم دي تارجتس، خلاص كده. ويندوز كنت بتلاقي سيف مود، سيف مود ويز نتوركينج، سيف مود مش عارف ايه تاني كان في سيف مود، ايه كان في سيف مود مش عارف، وحاجه كده كمان ايه تاني يا سيدي كان عندك كمان، لا في ويندوز 10 كمان هتلاقي في حاجه اسمها ريكفري مود، خلاص يعني برضو نفس الكونسبت كنت هتلاقيه موجود في ويندوز بالظبط، نفس الكونسبت كنت بتلاقيه موجود في ويندوز بالظبط، مفيش اي اختلاف. طيب حلو قوي. انت بقى كانت الران ليفلز بتاعتها كانت ايه يا سيدي؟ انت الران ليفلز بتاعتها كانت عندك ران ليفل 0 و1 و2 و3 و4 و5 و6. ران ليفل 0 كان بيعمل ممكن نسميها كده باور اوف او هولد، يعني كان بيوقف المكنه بكل بساطه، خلاص كده. ران ليفل 0 كان بيوقف المكنه، خلاص. 6 كان بيعمل ريبوت، 6 كان بيعمل ريبوت، الحمد لله. ودول اسهل اتنين، يبقى لو انت كنت شغلت المكنه في ران ليفل 6 كانت هتعمل ريبوت، لو انت شغلتها في ران ليفل 0 كانت بتعمل باور اوف. طيب ران ليفل 3 كان بيشغل السيستم او بيشغل الكوماند لاين انترفيس اللي هو التي تي وايز فقط، خلاص كده ماشي. ممكن بيسموه كده لو حبيت تشوف اسمه، كان اسمه كده مالتي يوزر مود، خلاص. بس هنا من غير جرافيكال يوزر انترفيس. طب ران ليفل 5 كان مالتي يوزر
لكن مع مين يا عم؟ الجرافيكال يوزر انترفيس. تمام كده؟ يبقى ران ليفل 5 كان بيعمل ايه؟ مالتي يوزر زائد الجرافيكال يوزر انترفيس، يعني كوماند لاين والجرافيكال يوزر انترفيس الاثنين مع بعض. انما ده 3 كان مالتي يوزر من غير جرافيكال يوزر انترفيس. طيب 2 كان مالتي يوزر من غير الجرافيكال يوزر ومن غير ال NFS سيرفر. NFS معناها نتورك فايل سيستم، ده عبارة عن سيرفيس بتستخدمها عشان تشير الملفات ما بين لينكس ولينكس، لينكس ويونكس وهكذا. خلاص كده؟ يبقى run level 2 كان بيشغل لك كل حاجة ما عدا الجرافيكال يوزر انترفيس وما عدا ال NFS. run level 3 كان command line فقط، كل حاجة ما عدا الجرافيكال يوزر انترفيس. وعادة السيرفرات كانت بتبقى في انهي run level؟ عادة بتبقى في run level 3، لان زي ما قلت لك ان الجرافيكال يوزر انترفيس هو اكتر حاجه بتستهلك ريسورسز. ران ليفل 5 عاده الديسكتوب ماشينز بتبقى في ران ليفل 5، عاده الران ليفل 5 بيستخدم للديسكتوب ماشينز بس. خلاص كده؟ طب ران ليفل 4 ده كان لسه unused، كانوا سايبينه كده للمستقبل يمكن نحتاجه ومحدش يستخدمه اساسا. خلاص كده؟ طيب ران ليفل 1 بقى كان بيعمل ايه؟ كان اسمه سنجل يوزر مود. سنجل يوزر مود ده كان بيعمل ايه يا عم؟ سنجل يوزر مود ده كنت بتستخدمه في عمليات الترابل شوتينج. يعني مثلا انت نسيت الروت باسورد، نسيت الروت باسورد، كنت بتروح لانهي مود يا عم؟ ها؟ كنت بتروح لانهي مود؟ ها؟ اوتوماتيك كنت بتروح يا للسنجل يوزر ده. السنجل يوزر ده كان بيسمح لك ان انت تاخد روت اكسس على المكنة من غير ما يسألك عن الروت باسورد. خلاص كده؟ فكنت بتستخدم ده في عملية ترابل شوتينج من غير سودو ومن غير اي حاجة خالص. طيب كلام جميل. يبقى ده كانت الران ليفلز بالنسبة لمين؟ ها للانت. طيب سيستم دي، سيستم دي يا سيدي بتستخدم حاجة اسمها التارجتس. سيستم دي بتستخدم تارجتس اهي. سيستم دي بص يا سيدي هتلاقي في عندك حاجة كده شكلها متكرر قوي. يعني بص لي كده ران ليفل 2 ده وران ليفل 3 ده، الاتنين دول كده اتجمعوا عندنا في حاجة اسمها، الاثنين دول اتجمعوا عندنا حاجه اسمها مالتي يوزر دوت تارجت. خلاص. طب الجرافيكال يوزر انترفيس 5 ده ايوه بدل الران ليفل بقى اسمه تارجت لا اكثر ولا اقل. في ويندوز اسمه مود، لو انت شغال انت اسمه ران ليفل، لو انت شغال سيستم دي بقى اسمه تارجت. التلاتة هما نفس الحاجة. خلاص كده؟ طيب كلام جميل. سيستم دي كمان مع الجرافيكال او مع الجي يو اي سماته جرافيكال دوت تارجت. ايه رأيك؟ يبقى انا كده الاربعة ده اصلا كان unused، فده بالنسبة لنا مش فارق معانا في حاجة. فبص كده جمع 2 و3 و5 في 2 بس، حاجتين بس اللي هو المالتي يوزر دوت تارجت ومين كمان والجرافيكال دوت تارجت. طب السنجل يوزر ده قال لك انا هعمل لك مود كده هنا كده على جنب هسميه الريسكيو دوت تارجت. ده هيعادل مين يا عم؟ ده هيعادل ران ليفل 3 وده هيعادل ران ليفل 5. طب ده هيعادل ران ليفل كام؟ 1. خلاص كده؟ طيب بس دول اشهر الموجودين. في عندك مع سيستم دي كمان ممكن تقوله التارجت بتاعك تعمل ريبوت.
او تعمل باور اوف. انا بس ما فيش عندي مكان، فانا مش عارف ارتب الدنيا يعني. ده يعادل ران ليفل كام؟ زيرو. وده يعادل ران ليفل كام؟ ستة. شايف؟ ها وضحت؟ تمام كده؟ طيب حلو قوي، كلام جميل. بصي كده، لو عايز تعرف انت في انهي تارجت دلوقتي، يكون اقوله كده سيستم كنترول جيت ديفولت. ايه الديفولت تارجت بتاعك اصلا؟ شايف كده ايه الديفولت تارجت بتاعي اللي موجود عندي؟ عارف ايه الديفولت تارجت؟ التارجت اللي السيستم هيدخله، او الران ليفل اللي هيبدأ لما تبوت المكنه بتاعتك. ده التارجت اللي السيستم هيستخدمه لما تيجي تبوت المكنه بتاعتك. تمام كده؟ معنى كده انت كل مره هتريبوت هيحاول يفتح انهي تارجت فيهم؟ الجرافيكال والتارجت. خلاص؟ طب ممكن اقول له كده سيستم كنترول سيت ديفولت، هخليه عام مالتي يوزر دوت تارجت. بالمناسبه لو ضغطت دبل تاب بيكمل لك، اضغط بس تاب هيكمل لك الكلام ده كله. مش لازم تقعد تحفظ بقى مالتي يوزر، هل مالتي يوزر لازقه في بعضها ولا مالتي داش يوزر؟ خلاص؟ ده عشان انا مسطب الجي او اي. ايوه مظبوط، ده عشان انا عندي الجي او اي. بس انا دلوقتي عايز الجهاز لما يجي يشتغل ما يفتحليش الجي او اي، فدلوقتي خليت الديفولت تارجت بتاعه ايه؟ مالتي يوزر. طب لو جيت اقول له كده هات لي كده جيت ديفولت، قال لك المره الجايه لما اجي اعمل ريبوت ها هخش في المالتي يوزر، بس في الوقت الحالي لسه الجي او اي موجود. طيب تعال نجرب كده ريبوت كده ونشوف الجرافيكال يوزر انترفيس هيفتح ولا لا. المايك كدب الغطاس. بص ايه اللي حصل اهو، ما هو تي تي واي اصلا اللي فتحت اهي. يا عم تي تي واي اصلا تبقى موجوده، التي تي واي دي الاساس اللي موجود عندك، هو ده الكوماند لاين بتاعك. الجرافيكال هو اللي زياده، الجرافيكال ممكن تسطبه ممكن ما تسطبوش، وممكن تكون مسطبه بس انت مش مشغله زي حالتنا دي. بص كده اهو انا مسطب الجرافيكال، بس بص ايه اللي حصل، السيرفر لما فتح اوتوماتيك ولا كان الجرافيكال موجود اصلا. طب ينفع لسه كونكت اس اس اتش واشتغل؟ اهو شغال اهو ريموتلي برضو، ايه المشكله يعني؟ اهو بس هل في جرافيكال عندي؟ خلاص يا عم مع السلامه بخ، الجرافيكال متسطب بس انا مشغله؟ لا بص كده لو قلت له جيت ديفولت عندك ها. طيب بالمناسبه لو عايز تعرف انت الران ليفل بتاعك، الران ليفل بتاعك اللي انت فيه دلوقتي كام، استخدم الامر اللي اسمه ران ليفل. ران ليفل هتلاقي فيه في الاول ان دي للران ليفل اللي قبل كده، الخانه الاولانيه للران ليفل اللي قبل كده، الخانه الثانيه للران ليفل الحالي. بص كده بقول لك انت في الران ليفل الكام. بالمناسبه ران ليفل ده كان بيستخدم مع الامر بتاع انت، او بيستخدم مع انت، فهتلاقيه لسه بيقول لك 3، او ده اللي يعادل 3 يعني بكل بساطه. طب ان معناها ايه؟ نوت افيلابل، يعني ما اعرفش مين اللي كان موجود قبل كده. ليه؟ لان انت كنت لسه فاتح المكنه عندك، فاوتوماتيك لما فتحت دخل على الديفولت ران ليفل بتاعه لقى 3، ما فتحش حاجه قبله. طب بص كده، هو انا ينفع اتحول من تارجت لتارجت والجهاز شغال من غير اعمل ريبوت؟ من غير ما اعمل ريبوت ينفع اقول له شغل الجرافيكال يوزر انترفيس؟ ها وكل حاجه شغاله زي ما هي. ايوه ممكن اقول له كده سيستم كنترول ايزوليت كده جرافيكال دوت تارجت. بص ايه اللي حصل للمكنه بتاعتك، بص
من غير ما تعمل ريبوت من غير اي حاجه خالص. لو جيت تقول له ران ليفل هيقول لك انا بقيت دلوقتي في ران ليفل كام؟ 5، واللي قبل كده كان كام؟ 3. بص الجرافيك هيشتغل ولا لا؟ شايف اهو شغال يا عم. يبقى انت مش لازم تريبوت. انا لما عملت ريبوت بس كنت بوريك ان الديفولت ده لما بقول له سيت ديفولت بيعدل لما بتيجي تريبوت بس، لكن ايزوليت بيعدل في السيشن الحاليه في الوقت الحالي. خلاص كده كنت بوريك الفرق بينهم. يبقى انت ممكن تغير ما بين اي ران ليفل او ما بين اي تارجت وتارجت من غير ما تعمل ريبوت. خليك فاكر الحكايه دي. انا ران ليفل لسه مستخدمه هو. طب ممكن اقول له كده سيستم كنترول ايزوليت، ممكن اقول له كده مالتي يوزر دوت تارجت اهو. بص ايه اللي هيحصل الجرافيكال بتاعك، هوب طلع اداك على وشك بالقلم وراح قافل الجرافيكال خالص. شفت؟ لو جيت تقول له كده ران ليفل دلوقتي انا بقيت في ران ليفل كام؟ ها ران ليفل كام؟ بقيت في 3، واللي كان قبل كده عندي كام؟ كان 5. ها وضحت الفكره؟ وضحت؟ طيب كلام جميل حلو قوي. مش بيمسحها يا سيدي والله. هي 5 دي ظهرت ليه؟ لان انا كنت فاتحها من شويه. هو مش بيمسحها، هو لما جاب لك هنا ان معناها بقول لك ايه، ان ما كانش في حاجه قبل كده، معناه ان هو فتح على 3 على طول. هنا معناه ان هو لما فتح فتح على 3 على طول، ما راحش اي حاجه تانية قبلها، ما راحش اي رن في التاني قبلها. هو مش بيمسحها. خلاص. طيب اللي بعده عايز اقول لك بقى يا سيدي، ان لما جيت لما كنت بعمل كده، فاكر لما كنت بقول له سيستم كنترول باور اوف، فاكر باور اوف دي كانت بتعمل ايه؟ ها كانت بتقفل المكنه كده، كانك كنت بتقول له ها غير لي التارجت بتاعي من التارجت اللي هو جرافيكال دوت تارجت للتارجت اللي اسمه باور اوف. ده بالمناسبه عايز اقول لك بس على حاجه، ان في عندك امر كده كان اسمه انت، الامر اللي اسمه انت ده لسه موجود ومتساب بس للكومباتيبلتي عشان ما يعذبكاش. مش معناها ان هي اول حاجه، معناها ان اول حاجه اشتغلت كانت 3. الان دي معناها ما فيش حاجه اشتغلت قبلها. 3 ده اول ران ليفل يفتحه، لما فتح الجهاز راح لران ليفل 3 على طول. ان دي معناها ما كانش في حاجه قبله. ما انا قلت لك الخانه الاولانيه للي كان قبل اللي موجود دلوقتي، الخانه الثانيه للحالي، الحالي اهو 3. طب اللي كان قبله ايه؟ قال لك ما كانش في قبله حاجه، لانه لما فتح راح على 3 على طول. طيب بالمناسبه انت الاوامر بتاعت انت لسه موجوده زي ما هي. ايام زمان لو انت شغال ريل 6 وريل 5 فما قبل، كنت بتلاقي اوامر انت كده عايز تتحرك من ران ليفل لران ليفل تاني، كنت بتقول له انت كده بعد كده رقم الران ليفل. يعني لو عايز تعمل ريبوت كنت بتقول له كده انت 6، كان بيعمل لك ريبوت للمكنه. انت 6 كان بيعمل لك ريبوت للمكنه. بص ايه اللي هيحصل اهو، راح اعمل ريبوت اهو، لسه موجود عندك وسايبين الكومباتيبلتي. بص بكل بساطه مش كومباتيبلتي برضو ولا حاجه، هو عشان ما يعذبكش انت كادمن. يعني الناس اللي شغاله بقى 10 سنين دي ولا 15 سنه مع انت خلاص حفظوا الاوامر، فخلاص سيبها لهم ايه يعني، يلعبوا معاها بدل ما هم قاعدين، بدل ما اعذبهم كده فجاه والغي لهم امر كتير جدا عندهم. ماشي. طيب اهو، طيب تعال نغير الديفولت ران ليفل بقى. نقول له كده سيستم كنترول سيت ديفولت وهخليه كده جرافيكال دوت تارجت. خلاص كده. طيب كلام جميل. سيستم كنترول ريبوت برضو بمناسبه، ريبوت وباور اوف، باور اوف يعادل ران ليفل 0، ريبوت يعادل ران ليفل 6. ماشي. طيب حاجه بس عايز اقول لك عليها، انت لما بتقول له او كل حاجه بتتعامل مع سيستم دي بتجيب الملفات
دي منين؟ لما بتتعامل مع سيستم دي، بيتعامل مع انهي ملفات؟ بص كده etc سيستم دي، دي الدايركتوري اللي فيها ملفات الكونفيجريشن اللي خاصة بسيستم دي بتاعتك. خلاص كده ماشي. طيب بص لي كده ls داش ال etc سيستم دي. طيب ايه كمان يا عم؟ سيستم حلو قوي، سلام. بص لي كده الملفات اللي موجوده هنا هتلاقيها معظمها عباره عن عباره عن سوفت لينك. فاكر السوفت لينك؟ وهتلاقيها كلها تقريبا بتشاور على ملفات موجوده فين؟ في يوزر لب سيستم دي. يبقى بكل بساطة الملفات الأصلية بتاعت سيستم دي موجودة فين؟ موجودة في يوزر لب سيستم دي. شايف؟ كل الملفات الخاصة بسيستم دي هتلاقيها في المكان ده، تمام كده؟ طب لما تحب تإنيبل سيرفيس معينة أو تعمل لها ديسيبل، بكل بساطة بيروح ياخد منها سوفت لينك كده ويعمل إيه؟ ويحطها تحت اي تي سي. خلاص يعني بص عندي كده، هديك مثال ك اس اس اتش سيرفيس. اس اس اتش دي دوت سيرفيس، شايف لي الملف ده اهو؟ شايف الملف ده؟ لو جيت تفتحه كده كات، وهات الملف ده يا سيدي. حلو قوي زي الفل. بص لي كده ال اس اي تي سي سيستم دي سيستم راحت فين؟ سلام. شايف الملف ده بيشاور على مين؟ بصي كده الملف ده بيشاور على مين؟ ايه رأيك؟ مش هو نفس الملف ده؟ هو ده معنى كده الملف اللي كان موجود في اي تي سي ده كان عبارة عن ايه؟ ها؟ كان عبارة عن شورت كات فقط، لا اكتر ولا اقل. الملف اللي موجود في اي تي سي ده كان عبارة عن شورت كات بس. طب بيشاور على مين الشورت كات ده؟ بيشاور على مين؟ على الملف الاصلي اللي موجود في يوزر لب سيستم دي سيستم اس اس اتش يو سيرفيس. علشان كده لما كنت بتقول له سيستم كنترول ديسيبل اس اس اتش دي كان بيقول لك ريموفينج سيم لينك. يبقى ما كانش عشان بس علشان يفتح السيرفيس دي او عشان تقول له ان هي انيبلد كان بيحط سوفت لينك في اي تي سي. طب عشان تخليها ديسيبل كان بيمسح السوفت لينك. شفت الحركه الصايعه دي؟ تعال اوضحها لك على الورق. تعمل لها انيبل بس اهو، عمل كرييت سيم لينك. حلو قوي. تعال اقول لك ابن الصايع ده كان بيعمل ايه. بص يا سيدي، اللعبة لعبة بسيطة جدا. ازاي؟ بص لي كده، انت ملفات سيستم دي، ملفات الكونفيجريشن كلها، انا مش قلت لك ان عندك كونسبت بيقول لك ان اي حاجة كونفيجريشن المفروض تكون تحت اي تي سي، صح؟ سيستم دي ملفات الكونفيجريشن بتاعتها هتكون موجوده هنا. طيب دلوقتي لما اعمل انيبل او ديسيبل لسيرفيس هيعمل لها انيبل او ديسيبل ازاي؟ قال لك بس استنى عندك، انا كل الملفات الخاصه بسيستم دي
هحطها هنا. اهو يوزر لب سيستم دي. حلو. طيب هحط هنا ملفات السيرفس، يعني عندك مثلا اس اس اتش هتلاقي له ملف، الكرون هتلاقيها ملف، الاباتشي هتلاقيها ملف، طبعا لو متسطبين ها لو عملوا لهم انستول، الاف تي بي يعني كل سيرفس هتلاقي لها ملف هنا صح. طب لو عايز السيرفس دي تشتغل لما الجهاز يبدا، بكل بساطه اعمل لها ايه؟ اعمل لها سيم لينك او سوفت لينك هنا، يقوم الجهاز لما يجي يبدا يبص على الملفات الكونفيجريشن، هيلاقي الملف ده موجود ينده عليه ولا ما يندهش، لو لقاه موجود انده عليه. شفت الحركه الصايعه دي؟ يبقى لما كنت بتقول له انيبل للسيرفيس كان بيعمل ايه؟ كان بياخد سوفت لينك من يوزر لب سيستم دي يحطه فين؟ في اي تي سي. طب لما كنت بتقول له ديسيبل للسيرفيس دي كان بيعمل ايه؟ كان بيروح يمسح السوفت لينك ده، فتاني مره الجهاز او المره اللي بعدها لما الجهاز يجي يريبوت مش هيلاقي السوفت لينك فايل، فبالتالي مش هيشغل السيرفيس دي. شفت الحركه الصايعه دي؟ ها ايوه. ليه عمل كده؟ ليه عمل كده؟ لان موضوع السوفت لينك ده اسهل طريقه، لان لو كان بيتكلم على ملف اصلي، على ملف اصلي اقول لك الانت، الانت كانت بتشتغل ازاي؟ هقول لك على طريقه الانت وهتشوف الفرق بينهم. هقول لك على الانت كانت شغاله ازاي وهوريك الفرق بينهم. الانت بقى كانت صايعه اصيع من دول، كان مش اصيع من دول، كان بتشتغل طريقه صايعه برضو. ازاي؟ بص لي كده، الانت كان عندها ران ليفلز صح؟ فلو عندك مثلا ران ليفل 3، عندك في ران ليفل 3 ده سيرفيس اسمها اس اس اتش، وعندك سيرفيس اسمها وليكن كرون، وعندك سيرفيس اسمها اباتشي. حلو كده؟ طيب عشان تشغل الاس اس اتش، لو عايز اقوله لما اخش ران ليفل 3 افتح لي السيرفيس دي، ولما اخش ران ليفل 3 اقفل لي السيرفيس دي، انا عايز تبقى مقفوله. طب تعمل ايه؟ قال لك السيرفيس اللي عايزها تبدا حط قبل اسمها كده اس ورقم كمان وليكن اس 3. طب هنا اللي عايزها تتقفل حط قبلها كي وبعد كده رقم، دي مثلا اس وليكن 4. اس معناها ستارت للسيرفيس دي، شغل السيرفيس دي. كي معناها لما تخش الران ليفل ده اعمل كل السيرفيس دي. طب ايه الرقم ده؟ الرقم ده الترتيب بتاعها، مين اللي يتفتح الاول ومين اللي يتقفل الاول. يعني لو عندك اس 0 3 اس اس اتش واس 0 4 اباتشي وكي 0 او كي 0 1 كرون، مين اول سيرفيس هتتقفل لما تخش الران ليفل ده؟ كرون دي. ليه؟ لاني قلت لها كي وبعد كده 0 1، 0 1 دي معناها ها اول واحده هتتقرا. طيب بعد كده اس معناها ستارت، طب عندك اتنين بيبداوا ستارت، مين اللي هيبدا فيهم الاول؟ 0 3 ولا 0 4؟ لا 0 3 الاول هي اللي تشتغل، معناه كده كان هيشغل اس اس اتش الاول وبعد كده هيروح يشغل الاباتشي بعدها. خلاص؟ فلما انت كنت بتقول له كده تشيك كونفيج اسم السيرفيس دي وليكن اس اس اتش دي اون، كان بيعمل ايه؟ كان بيضمن لك ان قبل الاسم يكون في ايه؟ اس كابيتال. طب لما كنت بتروح تقول له خليها لي اوف كان بيشيل الاس ويحط كي. قال لك طب ما انا بدل ما اقعد العب يا عم في اسماء الملفات ويطلع عيني وعين اللي خلفوني ويبقى في مشكله، مين اللي هيبدا قبل مين؟ ها؟ لا الرقم ما كانش عشوائي قوي، بكل بساطه الرقم ما كانش عشوائي، ما كانش عشوائي قوي، كان عشوائي في الحاجات اللي اليوزر هو اللي بيكتبها بايده، كان عشوائي بالنسبه للحاجات اللي اليوزر بيكتبها بايده. فقال لك بدل ما اعذب الناس واقعد العب في اسماء الملفات، لا يا عم انا هسيب كل اسم ملف زي ما هو بس هاخد سوفت لينك منه لو عايز اشغله، وهمسح السوفت لينك لو مش عايزه يشتغل والجهاز بيبدا، بس كده.
انت مش محتاج تعرف كل حاجه برقمها ولا حاجه. انت لما تقول له شيك كونفج واسم السيرفيس دي اون، هو كان بيروح يحط لها اس من غير انت ما تقرب له. يبقى لما كنت بتخش الران ليفل ده اوتوماتيك هو كان بيروح يفتحها. في فرق يا باشا، لازم تفهم الفرق، لازم تفهم الفرق بين انا اشغل السيرفيس دلوقتي حاليا وان السيستم بيشغلها وهو بيبدا. خلاص، لو انت بتشغلها دلوقتي معنى كده السيستم بتاعك اب اند راننج، انت بتعمل لها مانيوال ستارت. انما هنا والجهاز بيبدا، لما الجهاز يجي يبدا انت عايزه يبدا مين الاول، الاس اس اتش الاول ولا الاباتشي الاول؟ خلاص ماشي كده. فالرقم ده كان بيحدد مين اللي يبدا قبل مين. يعني مثلا عندك سيرفيس اسمها النتورك يا عم، تفتكر بالعقل مين اللي المفروض يبدا الاول، النتورك ولا الاباتشي؟ بالعقل يعني الاباتشي الاول ولا النتورك؟ المفروض النتورك الاول. يبقى المفروض النتورك دي كانت تاخد رقم قبل الاباتشي. انت مش محتاج تعرف اي ارقام من دي، الارقام دي السيستم هو اللي كان بيستخدمها عشان يدي بريوريتي مين اللي يبدا قبل مين بس. انما انت لو انت السيستم اصلا شغال وعايز تعمل مانيوال ستارت او مانيوال ستوب، بتقول له اسم السيرفيس بس كده، لا بتحتاج لا اس ولا رقم ولا كي ولا رقم ولا اي حاجه من الكلام ده كله. انت محتاج بس كده تقول له سيرفيس وبعد كده اسم السيرفيس وليكن اباتشي ستارت، لان انت بتعمل مانيوال ستارت. فمانيوال ستارت ده ما يهمكاش ها انهي ارقام من دول، انما والسيستم بيبدا في الاول فانت لازم تدي له بريوريتي معينه. خلاص وصلت؟ ها حد عنده اي مشكله؟ حد عنده اي مشكله لحد دلوقتي؟ يبقى فهمت السيستم دي كانت شغاله ازاي؟ فهمت السيستم دي؟ ها طيب كلام جميل. حاجة كمان ETC system دي system.conf كده، لا مش دي. طيب system بص لي كده، لما كنت بتقول له غير لي الديفولت تارجت، عندك ملف اسمه ديفولت تارجت هو عباره عن سوفت لينك لمين يا عم؟ سيستم دي سيستم دي كل التارجتس اللي موجوده عندك، دي كل الملفات اللي سيستم دي بتتعامل معاها. شايف؟ فلما جيت قلت له كده انا عايز الجرافيكال دوت تارجت، يبقى هو الديفولت تارجت بتاعي، راح رايح برضو واخد سوفت لينك من الملف اللي موجود في يوزر لب سيستم دي. سيستم جرافيكال دوت تارجت وراح حاطه فين؟ في اي تي سي. شايف؟ يبقى لما قلت له غير لي ديفولت تارجت، ها ايه اللي حصل؟ عمل سوفت لينك برضو. تمام. طيب ايه كمان ممكن اوريه لك؟ فين 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 ايوه سلام، احب انا الحاجات بتطلع دي. بص لي كده، سيستم دي ده انا قلت لك في الاول ايه الفرق بينها وبين الانت صح، وقعدت احطهم في مقارنات كده، وانا ده برا للبوت وده مش عارف
سيكوينشال بوت او بيبدا واحد ورا التاني. في حاجه كمان مهمه جدا او في فيتشر مهمه جدا خاصه بسيستم دي، اللي هي ايه بقى يا سيدي؟ بص لي كده، سيستم دي ده عباره عن ديبندنسي بيزد بوت كمان. يعني ايه ديبندنسي بيزد بوت؟ بكل بساطه ان سيستم دي ممكن عن طريقها اقول السيرفيس الفلانيه تشتغل بعد السيرفيس الفلانيه، خلاص كده. وممكن اقول له كمان ان السيرفيس الفلانيه ما تشتغلش الا لو السيرفيس التانية دي شغالة قبلها. يعني ايه بقى الكلام اللي انت بتقوله لنا ده؟ بكل بساطة تفتكر لو لا مش اولوية، مش موضوع اولوية بس، لا تفتكر ان لو الاباتشي عندك موجود، هل الاباتشي له قيمة لو شغلته والنتورك اصلا مش انيبلد؟ يعني النتورك انترفيس الكابل مخلوع، لو راح لا راح يشغل النتورك كده، لا النتورك داون، لا الكابل فيزيكلي داون، تشتغل هل له اي قيمه ان هو يشغل الاباتشي في الحاله دي؟ ده لو انت عايزه اكسبليسيت بشكل لوكال، ده لو انت عايزه دي حاله تانية. انا بتكلم في الحاله الطبيعيه، الحاله الطبيعيه في الحاله دي الاباتشي عندك، لو انت عندك ويب سيرفر، الويب سيرفر دول الناس بيأكسوه من بره، راح يبص على السيرفر لقى الكابل بتاع النتورك مخلوع، الاباتشي ملوش اي قيمه. تفتكر انت محتاج الاباتشي، محتاج تضيع الريسورسز بتاع الماشين عشان تشغل الاباتشي في الحاله دي؟ بصراحه انا شايف ان هو مش منطقي. طب هتشغل الاباتشي ليه اذا كانت النتورك اصلا مش موجوده؟ هتشغل الاباتشي ليه لو النتورك مش موجوده؟ اقول لك على سيناريو تاني، بلاش الاباتشي يا عم، الراجل ده زعلان بيقول لك ممكن اشغل الاباتشي لوكال، وعنده حق، هو عنده حق. طيب الاس اس اتش سيرفر عشان يشتغل ان شاء الله لما نيجي ونشرح موضوع البابليك كي انفراستراكشر، البابليك كي انفراستراكشر هتعرف ان كل اس اس اتش سيرفر له حاجه اسمها بابليك كي وبرايفت كي عشان ينكريبت السيشن بتاع اليوزر، خلاص كده. الاس اس اتش سيرفر ده ما ينفعش يشتغل الا لو الكيس دي موجوده، خلاص. معنى كده انه قبل ما يستارت السيرفيس لازم يتاكد ان الكيس دي موجوده. طب لو الكيس دي مش موجوده هيروح يعمل لها جنريت بشكل اوتوماتيك، خلاص كده. طيب في الحاله دي انا ممكن اقول للسيرفيس بتاعتي اللي اسمها اس اس اتش ما تفتحيش، ما تشتغليش الا لو السيرفيس بتاعت الكيجن دي كانت موجوده. الاول اطلبي السيرفيس ان هي تشتغل وتتاكد تقوم بالشغل بتاعها. يبقى بدل ما كنت اضيع الريسورسز بتاعتي ممكن اقول له ان السيرفيس اللي اسمها اكس ما ينفعش تشتغل الا لو واي شغاله الاول، وصلت. وممكن كمان اقول له ان اكس تشتغل بعد واي، تمام. يعني لو عندك ويب سيرفر والويب سيرفر ده بيكونكت على داتابيز، انا ممكن اتحكم واقول له ان الاباتشي ما يشتغلش الا لما ماي سيكوال تشتغل الاول. شفت اللعبه دي؟ شفت الحركه دي؟ لسه هنتكلم على الاباتشي وعلى الماي سيكوال باستفاضه ان شاء الله، هنجي لهم يعني، بس انا بقول لك حاجه من الفيتشرز اللي موجوده، خلاص كده. دي حاجات من المميزات اللي كانت موجوده في سيستم دي مش موجوده فين؟ في الانت. طيب حلو قوي، احنا استخدمنا انت كده، قلت له ممكن اقول لك انت وادي له رقم الران ليفل وليكن انت 5 او انت 3 او انت 0 او انت 6 براحتك. ايه كمان؟ استخدمنا الامر اللي اسمه ران ليفل. بالمناسبه عندك امر القديم قوي اللي اسمه تل انت، ممكن تستخدمه برضه، تل انت كده 6. انت او تل انت الاثنين بيعملوا نفس الحاجه. لا افهم بس، مش مطلوب منك تعمل لها اي حاجه، مش مطلوب منك تعمل لها اي حاجه والله، المفروض تفهم بس. انا بحاول افهمك بس وبديها لك في شكل مقارنه، لاني عارف ان في لسه في ناس شغاله ريل 6. خلاص، فانت في عندك امر اسمه انت تل انت، خلاص. وران ليفل، شايف دول ثلاث اوامر كنت بتستخدمهم مع ها مع الانت، ولسه موجودين برضو مع سيستم دي.
ممكن بقى والله براحتك بقى. واحد سألني هو انا استخدم سيستم كنترول ايزوليت وادي له اسم الران ليفل احسن ولا استخدم انت وتل انت احسن؟ انا عن نفسي انا ها اعرف الاثنين، اعرف الاثنين، لان انت لو رشقت في سيستم عليه ريل 6 مش هتلاقي سيستم كنترول كامر موجود، او مش كله يعني، هتلاقي فيه حاجات بس مش كل الامبلمنتيشنز موجوده جاهزه فيه. لو رشقت في ريل 5 مش هتلاقي الامر نفسه اصلا موجود، خلاص؟ فانت اعرف الاثنين عشان تعرف تتعامل مع السيستمز اللي موجوده، يعني باب العلم مش شيء بس لا اكتر ولا اقل. طيب حلو جدا. طيب سيستم كده كنترول في عندك امر بقى كده اسمه ليست يونتس، خط طبعا سيء جدا، ممكن اصغر الخط كده شويه. محتاجين برضو نصغره سنة كمان. يعني شكله احسن شوية. لو قلت له كده سيستم كنترول ليست يونتس اهون، معلش انا صغرت الخط بس سنة، تمام؟ هيعرض لك كل اليونت فايلز بتاع او اليونت فايلز بتاعت مين؟ بتاعت السيستم دي. هتلاقي في عندك يونتس كده بتروح تبص على مين؟ على البلوك ديفايسز، شايف؟ ها واخد بالك؟ يونتس بتروح تبص على الساوند كارد، شايف؟ التي تي واي، يبقى بص حتى كده كمان اهو النتورك انترفيسز، شايف؟ طيب هتلاقي عندك كل بتاع الحاجات اللي موجوده عندك او كل اليونتس وحالتها لودد، حالتها ايه؟ اكتف، واللي بلاجد واللي فيها مشاكل، اللي راننج هتلاقيها موجوده. هتلاقي عندك مثلا يا سيدي فين 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 في حاجات راننج اهيا، هيقول لك دي شغاله دلوقتي مفيش مشكله فيها. عايزين نوري لك حاجه منها. لا فين 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 مفيش اي حاجه فيلد عندي ما شاء الله. طيب حلو قوي، تعالى هنا كده اما اكبر الشاشه، تعالى كده انا ابوظ بايدي سيرفيس زي عايزين ابوظ سيرفيس كده، بلاش كرون. ماشي، ATC cups cups دي دوت كونف كده، ناخد بس باك اب منه كده وتعالى نبوظ الكلام ده. service cups دي restart، حلوة قوي، سلام. بص لي كده انا عملت فين للسيرفيس اهيا، انا تعمدت ان انا ابوظ الكونفيجريشن بتاع سيرفيس، ماشي كده متعمدا. فلو جيت اقول له كده ليست يونت فايلز،
راحت فين اهي، كابسولة سيرفيس اهي، بص لي كده كابس دي. الملف كان فين؟ في عندي يا سيدي برينترز كمان، مفيش برينترز. طيب اي ملف هنا كده مبوظ السيرفيس دي. سيرفيس كابس ريستارت، السلام عليكم. حلو قوي، حلو قوي، زي الفل. انا دلوقتي متعمدا ان انا ابوظها سيرفيس، اخليها فين خلاص. فانا متعمد دلوقتي، بس في الطبيعي انت بتكون بتكونفيجر سيرفيس، انت بتكونفيجر سيرفيس تيجي تشغلها يقول لك في مشكله، انت حاطط بارامتر غلط او في حاجه غلط. فلو جيت تقول له كده، لو عايز تعرف السيرفيس بتاعتك بحالاتها اللي موجوده، اعمل كده ليست يونت فايلز، دور كده على كابس، بص لي كده لو السيرفيس دي عندها عندك فيها مشكله، بص هتلاقيه عامل لك ايه، قال لك السيرفيس دي ايه فين. فلو عايز تليست السيرفيس وتشوف حالتها كلها، كل السيرفيس اللي موجوده عندك، لو انت بتعمل اوديت مثلا ل 100 سيرفر، ممكن تعمل ايه، ترن سكريبت على ال 100 سيرفر، سكريبت تعدي على السيرفرات دي واحد ورا التاني، وتعمل ليست يونت فايلز وتجرب ها فيلد. يعني ممكن تعمل كده list unit files شفت؟ ايه رأيك؟ يبقى ممكن تعدي على الميت سيرفر كده في ثواني، يقول لك السيرفر الفلاني عليه السيرفيس الفلانية failed، والسيرفر الفلاني عليه السيرفيس الفلانية failed. ايه رأيك؟ دي حاجة بس كنت عايز اوريها لك، يعني حاجة من الحاجات اللي ممكن تساعدك يعني. خلاص؟ طبعا حكاية الاوتوميشن دي لما نوصل للشيل سكريبتنج هعرفك ازاي تكتب سكريبتات، فلسه يعني دي لسه عليه، بس انا بوريك بس ان ده ممكن ايه تشوف الاستيتس بتاع السيرفيس اللي داون عندك. خلاص تمام كده، يبقى انا جبت لك سيرفيس خليتها داون، وازاي تعرف تشوف الاستيتس بتاع السيرفيس اللي عندك مين فيهم بالظبط اللي داون اهو. وصلت تمام كده؟ حلو. حد عنده اي مشكله لحد دلوقتي؟ طيب لو عايز تعرف بقى السيرفيس بتاعتك ايه الملفات بتاعتها بالظبط، الملفات بتاعت السيرفيس بتاعتك، اسم كل ملف خاص بسيرفيس اهي، ليست يونت فايلز، بص لي كده اليونت فايل اهو مثلا بتاع الكابس اسمه ايه، او مثلا بتاع الاس اس اتش، اس اس اتش دور عليه كده، شايف دي الملفات الخاصه بالاس اس اتش. ولو السيرفيس دي اب هيقول لك ايه، لو هي انيبلد اصلا، لو هي اب هيجيبها لك باللون الاخضر تمام كده.
لو هي اب هيجيبها لك باللون الاخضر، لو هي انيبلد هيقول لك ان هي انيبلد. لا دي الفايلز اللي هتلاقيها موجودة هنا في يوزر لب سيستم دي سيستم. انا مش قلت لك ان كل ملف عندك، كل ملف بيمثل لك سيرفيس معينة؟ ايوه اللي بيتعمل لها سوفت تارجت. الله يفتح عليك. خلاص اهي دي، هي دي بالظبط. بس دي بتجيب لك ايه حالتها، لو هي شغالة بقول لك شغالة، لو هي ديسيبلد هيقول لك ديسيبلد. خلاص كده قلت لك الاحمر معناه ان هي واقفة، ديسيبلد معناها ان هي مش هتشتغل لما الجهاز يجي يبدأ. طب اخضر معناها ان هي شغالة دلوقتي، وانيبلد معناها هتشتغل لما الجهاز يجي يبدأ. تمام كده. ستاتيك دي بكل بساطة معناها، معناها ستاتيك. مش عارف افهمها لك ازاي، دي بيقرا من ملف ستاتيك، ملهاش اي حاله يعني. يعني اقول لك ايه، مش بتشتغل كسيرفيس في الباك جراوند، لا دي زي بيرنها كده كبروسس في الاول، وبعد كده بيرجع مره تانية خلاص ما عدناش محتاجينها. خلاص كده زي عايز نديك مثال عليها دي تفهم. مين يا سيدي؟ مين حاجة ممكن تفهمها؟ اهو بص لي كده. لا بلاش، لسه ما خدناش السي لينوكس، لسه ما خدناش السي لينوكس. بص لي كده، سيستم دي فايل سيستم تشيك للروت. فاكر لما كنت بقول لك ان السيستم دي لما بتيجي تبدا او الانت الاول الكيرنل بيعمل ماونت ريد اونلي، وبعد كده بيعمل ماونت ريد رايت. فلو لقى مشكله على الفايل سيستم بتاعك، ها هيحاول يعمل له ايه الاول؟ فايل سيستم تشيك عشان يتاكد ان مفيش مشكله. خلاص كده فاكر. فبص لي كده، حاجة زي دي مثلا، حاجة زي دي سيستم دي ممكن ترنها والجهاز بيبدأ، بس هل هي سيرفيس؟ هل هي فعلا سيرفيس كسر يعني سيرفيس شغالة مستقبلة بريكوستس من اليوزرز بتعمل حاجات معينة والسيستم شغال؟ لا، بس ممكن تشغلها والجهاز بيبدأ وهو بيعمل تشيك للفايل سيستم بتاعك. وصلت الفكرة دي؟ يعني انت في عندك بكل بساطة يونت فايلز، خلي بالك الفايلز اللي سيستم دي بتتعامل معاها مع السيستم اسمها يونت فايلز. خلاص كده او يونتس. ممكن يكون عندك يونت فايل بيقوم بتاسك معينة، بس التاسك دي مش سيرفيس، فهتلاقي اسمها ستاتيك. مش سيرفيس معناها مش هترن في الباك جراوند بكل بساطة. ده ممكن السيستم تستخدم، او ممكن السيستم يستخدمها وهو بيبدأ، او ممكن سيرفيس تانية تستخدمها وهي بتبدأ. يعني مثلا الاس اس اتش، الاس اس اتش ده هينده على سيرفيس، مش على سيرفيس بقى، هينده على زي ممكن اقول لك كده عملية اسمها كيجن، اس اس اتش كيجن. اس اس اتش كيجن دي كل وظيفتها في الحياة لو الاس اس اتش سيرفر جه يبدأ ملقاش له كيز، اوتوماتيك بيجنريت كيز لنفسه. خلاص كده. فكان بيرن الاول ها امر اللي اسمه اس اس اتش كيجن عشان يجنريت مين؟ الكيز بتاعته. فالاس اس اتش كيجن دي مش شغاله كسيرفيس، بس ما زالت كبروسس الاس اس اتش محتاجاها لما تيجي تبدا الاول عشان عشان تتاكد ان ليها كيز. معنى كده ان دي اصلا حتى ليها اسمها دوت سيرفيس. فتعالى كده لو بصيت لك هنا الملف ده ايه اللي موجود فيه؟ يوزر شير سيستم دي
سيستم دي سيستم. بص لي كده، شفت كنت بقول لك ايه؟ دي مش سيرفيس والله، دي مش سيرفيس. ده بص، ده عبارة عن تشيك بيحصل في الأول، يشوف لو الملف ده مش موجود ولا الملف ده موجود ولا ده موجود، ها روح نفذ الأمر ده. وهينفذه كم مرة؟ مرة واحدة بس. شفت الحكاية دي؟ يبقى ده ما كانتش بتشتغل كسيرفيس، يعني دي ما تعتبرهاش كسيرفيس، كبيرمننت سيرفيس بتستنى تستقبل ريكويستس من اليوزرز، لا دي سيرفيس مساعدة عشان السيرفيس الأصلية اللي موجودة عندك تقدر تشتغل، عشان تقدر تشتغل كمان بشكل صحيح. وصلت؟ فالحاجات اللي هتلاقيها اسمها ستاتيك دي معناها ان هي ايه؟ ها بكل بساطة دي مش سيرفيس حقيقية يعني، بس بالبلدي كده ماشي. ها حد عنده أي مشكلة؟ حد عنده أي سؤال في أي حاجة خدناها من أول ما بدأنا النهاردة؟ ها حد عنده أي سؤال؟ النون ستاتيك، النون ستاتيك مثلا اهو، افتح لي يا عم كده اي حاجه تعجبك. الاس اس اتش نفسها يا سيدي، الاس اس اتش نفسها اهو، دي السيرفيس نفسها. بص لي كده، دي السيرفيس نفسها. بص السيرفيس نفسها هتعمل ايه؟ هتشتغل اس اس اتش دي داش دي كابيتال، معناها اشتغلي كديمون. دي السيرفيس نفسها اللي هتشتغل، بس السيرفيس دي قبل ما تشتغل محتاجة السيرفيس المساعدة دي، الاستاتيك سيرفيس دي بكل بساطة ان هي تشتغل الأول اهي. وليه اسمها استاتيك؟ لأنها مش سيرفيس، بمعنى سيرفيس مش سيرفيس حقيقية، دي سيرفيس مساعدة بس، بتعمل عملية بسيطة بس، زي مثلا تجنريت كي، تتشيك من فايل سيستم، خلاص. ايوه بالظبط، ديبندنسي. ايوه بالظبط، ده جزء من الديبندنسي على فكره. بالمناسبه مش لازم الديبندنسي تكون ما بين سيرفيس رئيسيه وسيرفيس رئيسيه، يعني مش لازم تكون ما بين النتورك والاس اس اتش، لا ممكن تكون مثلا ما بين الاس اس اتش والاس اس اتش كيجن، وده احسن مثال عليها. يعني الاس اس اتش قبل ما تبدا لازم تتاكد ان ليها كي اصلا، خلاص كده. ممكن تكون ما بين اتنين سيرفيس رئيسيتين، يعني ممكن تكون ما بين الاباتشي والماي سيكول، ممكن اقول الاباتشي كده قبل ما تبدا اتاكد ان الماي سيكول شغاله. وممكن تكون مش لازم بين اتنين سيرفيس رئيسيين زي الاس اس اتش والاس اس اتش كيجن، خلاص كده. وضحت؟ طيب كلام جميل. حد عنده اي سؤال؟ ها ده كانت السيستم دي اللي الناس كلها بيقعدوا يعيطوا جنبها. حد عنده اي سؤال فيها؟ ها امال انا كنت بتكلم في ايه؟ بقول لك الديبندنسي ان انا اقول لسيرفيس ما تبدايش قبل السيرفيس الفلانيه، او قبل ما تبداي اتاكدي ان في سيرفيس تانية شغاله، سيرفيس معتمده على سيرفيس تانية ان هي تكون موجوده قبلها. شكلك كنت نايم صح؟ طيب الحمد لله كده خلصنا سيستم دي، وكده الانت كمان غطينا جزء كبير جدا منها، خلاص. يا عم الديمون هي السيرفيس، الديمون هي السيرفيس اللي شغاله، الديمون هي السيرفيس. في سيرفيسز بتشتغل، او في اقول لك ايه، في ديمونز بتشتغل كديمون، بتشتغل في الباك جراوند وخلاص، بتفضل شغاله، انت فتحتها بتفضل شغاله. في سيرفيس او
قبل ما انت تشغل الديمون دي لازم تتأكد من شوية حاجات. فبيكون مع الديمون الرئيسية دي بعض التشيكس اللي بتحصل، او بعض الفحوصات كده اللي بتحصل قبلها في الاول. التشيكس دي بتتطلب شوية حاجات، زي مثلا يتأكد ان في فايل موجود، او يتأكد ان الفايل سيستم مظبوط. خلاص، فالتشيكس المساعدة دي بيسموها الستاتيك سيرفيس، او بتمثل في ستاتيك سيرفيس او ستاتيك ديمون، بس لا اكتر ولا اقل. خلاص كده. طيب الحمد لله النهارده كده خلاص. بكره بقى هنرجع خطوه لورا ونبدا نتكلم على البوت لودر بتاعنا. بكره هنرجع خطوه كده لورا ونتكلم على البوت لودر بقى، ونبدا جزء الترابل شوتنج بتاع البوت لودر، وازاي ريكفر الروت باسورد، كل الكلام ده ان شاء الله هنعمله. فبكرة يعتبر يوم عملي صرف يعني. طيب حاضر، هبعت لكم ان شاء الله الفيديوهات. حاضر، النهاردة ان شاء الله هرفعها وابعتها لكم. خلاص، حد عنده اي سؤال؟ طيب حاضر، ماشي. طيب مفيش مشاكل. طيب خلاص تمام كده، ممتاز. ان شاء الله اشوفكم بكرة على خير. تصبحوا على خير. السلام عليكم.